بالنسبة لمن يريد أن يذهب إلى الجهاد هناك، فأولا الذي أعرفه بحسب الخبرة أنهم ليسوا بحاجة إلى مجاهدين كأفراد، قد يكونون يعني بحاجة لمجاهدين من نوع خاص، أهل تخصص، مثلا إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في الدبابات، إنسان متخصص في مثلا عمل يسمونها خطة عسكرية أو ما شابه ذلك من الأمور. الفتنة فتنة، وإذا أتت انتبه لعيالك لا يخطفونهم. كم ذهب منهم جريرة في العراق وفي سوريا من أبنائنا من فلذات أكبادنا، غروا بهم حتى ذهبوا بهم إلى أماكن موتورة وحروب وفتن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فسالت دم بارد، ومع ذلك إن الله سائل هؤلاء عما فعلوا، ففعلهم ذاك لن ينسى، والله الموعد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قريبا قريبا ترون العجيب صراعا رهيبا، وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا. قريبا قريبا ترون العجيب صراعا رهيبا، وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا. مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر، سمت منحرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر. مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر، سمت منحرى.